اهلا بكم من جديد مشاهدينا. يعني احنا نشاهد هذه التصاميم الجميله من الملابس النسائيه. اكيد عرفتوا وين وصلنا، وصلنا الان الى فقره قصه نجاح. اليوم حلقتنا متنوعه ما شاء الله، متنوعه بالفعل، متنوعه بمختلف المحطات والمواضيع. في فقره قصه نجاح دائما نستضيف اكيد مجموعه يعني من الشباب العمانيين الموهوبين في عده مجالات وفي مختلف ايضا القطاعات، وهذه المره ان شاء الله راح نتحدث عن مجال ممكن تصميم الازياء مع فاطمه بنت هلال الحارثيه، مصممه وصاحبه مشروع مستي روز. اهلا وسهلا فيكي. وصباح الجميل فاطمه. صباح الخير، وانا سعيده باستضافتي هنا معكم. اهلا وسهلا يا فاطمه، واحنا سعداء ايضا بوجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. بما ان اليوم احنا في فقره قصه نجاح، فطبيعي مباشره نسال عن زمن البدايات، كيف كانت بدايتك في هذا المجال؟ بديت الحين اكثر من سنتين لما بديت مشروعي، بس يعني التصميم اصلا شغف، هو هوايه، هو مش كشيء انا درسته او شيء، هو موجود من قبل. من قبل يعني انا هذا الشيء موجود، يعني هذا الشغف موجود، فحبيت اخليه مشروع. طبعا هو اكثر شيء اقدر اقول انه مشروع عائلي، نحن بيتنا كامل نحب التصميم. سلام. ف هذا سهل الامر بالنسبه لك صح؟ ايوه، فكان مشروع مثل انا والوالده وحتى خواتي داخلين فيه. فبدا من سنتين وفتحنا محل. ايوه الحمد لله. جميل. طيب فاطمه، ايش اول حاجه سويتيها او صممتيها من الملابس، تتذكري ولا لا؟ ما اتذكر، لان انا من قبل حتى اصمم حل نفسي. ايوه، بس اوديهم اماكن ثانيه وكون تصميمي انا او شيء من نفسي انا، ودائما احب البس شيء انا اصممه. فلما بديت المشروع كان دائما في اكثر من تصميم، يعني تصاميم جدا مختلفه، اشتغلت على كثير اشياء، لكن في الوان معينه، في انواع ايضا مختلفه ومتفرده ايضا من التصاميم حاضر معك في المشروع او لا؟ هو اكثر شيء التصاميم تكون عصريه، ما كثير رحت للتقليدي، لكن في تصاميم اللي هي فساتين، ممكن دراعات، ممكن جلابيات، فأحاول أنوع قدر الإمكان إنه يكون يناسب كل الأذواق. فساتين الزفاف لك دخول فيها ولا لا؟ كفستان عروس؟ لا للحين لا، وإن شاء الله هذا أفكر فيه لقدام. أيوة. جميل. يعني هذه هي التصاميم الآن ظاهرة معنا على شاشة البرنامج، وأنت أيضا جايبة لنا مجموعة من النماذج في استديو البرنامج. هي تصاميم جدا بسيطة وراقية، ممكن الوحدة تقدر تلبسها أساسا ممكن في المناسبات أو حتى في تجمعات العائلية الخفيفة. جميل. طيب إذا أحد يعني من البنات جابت لك صورة وقالت لك أن صممين لنا هذا التصميم، هل ممكن أنك أنت تصمميه ولا تحبي تستوحي أفكارك بروحك؟ لا، هو أصلا أساس المشروع هو محل خياطة. يعني نحن ناخذ زبونة تعطينا القماش وتصميمها، وإحنا نعطيها أفكارنا أو نزيد من لمساتنا إحنا حسب ما نحس إنه يناسبها أو إنه شيء يليق لها ويليق بالمجتمع يعني. ممتاز. وإحنا ما زلنا أيضا مع المشاهد الكريم نشوف أيضا بعض الصور لبعض من تصاميمك وبعض الأزياء اللي أيضا يعني عملتيها يا فاطمة. بشكل عام أنا أتكلم خلينا عن الألوان، في لون مميز بالنسبة لك في تصاميمك، لون محبب مقرب لك ودائما يكون حاضر في مختلف التصاميم؟ كثير، ما في أي لون مكرر، دائما أحاول أن تكون الألوان جدا مختلفة. لأن أنا مثل ما خبرتكم أن أنا ما وحدي اللي أصمم، هو شبه مشروع عائلي، فإحنا كل واحدة عمر، فحتى أمي معي، فهي ممكن كل واحدة بفكرها، أكيد كل واحدة بفكرها وكل واحدة وجيلها. أيوة، فمثلا أمي هي تسوي حل جيل اللي نفس عمرها، فعشان نرضي كل الأذواق، فبتشوف أنا ألواني شوية هادية. الألوان اللي أنا أختارها مثل الألوان الفاتحة، الألوان في ألوان باهتة، أما أمي الألوان هذه اللي عملتيها ولا هذا؟ ايوه تقدر تقول انه مشترك. ممتاز. ايوه جميل التصميم. أيوة. حتى الالوان اللي اخترتيها، ممكن اللون الوردي الفاتح. أيوة. لون جدا جميل وبارد ايضا. تحبي انك تواكبي الموضه اول باول فاطمه؟ ايوه احب اتابع، دائما اكون متابعه للموضه. ايوه اتابع هذه الاشياء، اشوف ايش
الهبات الجديدة، إيش الترندز اللي الحين، يعني مثلاً للحين كثير دارج التول، عشان كذا أنا استعملت التول في هذا الفستان. فممكن التول يخلطوه مع البراكودا، ممكن مع الجوكارد، مع الحرير. فأنا اخترت هذا التصميم، يعني في تول يستعملوا واحدة بس هالفترة، يعني تشوف كثير تصاميم من التول. فأنا أشوف إيش اللي موجود في الساحة وأحط جميل لمساتنا. ممتاز. لكن في مختلف ايضا التصاميم، بما انك ذكرتي اللمسات تحطي عليها. تحطي بعض الاحجار الكريمه، الاكسسوارات كذا بشكل عام، بحيث تعطي لمسه ايضا فيها نوع. ايوه، يعني مثلا هذه التصاميم فيها تركيبات. لاحظ انه فيها تركيبات، وفيها هو ما احجار كريمه بس ممكن تقول كريستالات واشياء، يعني تركيبات تكون من ما موجوده من القماش نفسه. ايوه جميل. احنا شاكرين وجودك اليوم معنا فاطمه بنت هلال الحربيه، مصممه وصاحبه مشروع مستي روز. شكرا لك، شكرا على وجودك اليوم معنا في برنامج قهوه الصباح. شكرا، تسلمي. اذا مشاهدينا نحن ايضا نتواصل معكم في قهوه الصباح. الحين نروح الى فاصل، وبعدها ان شاء الله راح نتواصل معكم، كونوا معنا.